عربنا حب أكيد مع تهانينا أكيد مع تهانينا نروم عفو يا مريم لأن قد تركناك نتوب يوم عن ذنب يا أم ربي رضاه العمر يكفينا رضاه العمر يكفينا على قلب إن قالوا حني علينا بأقوات تغذينا بأقوات تغذينا بإخلاص نناديك ونني حبنا فيك ونهوى نصح من فيك إذ في الخطايا فساد طبعي فسادوا طبعا يرمينا حروب تملأ الأرض وضيق فيه لن نرضى غدونا كلنا مرضى وليس في سواك من يداوينا سواك من يداوينا إليك الورد يا مريم يهدى من أيادينا هلمي و بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. لو سمحتوا جلوس. سيادة المطران جمال دعيبس الموقر النائب البطريركي للاتين في الأردن، أيها الإخوة الكهنة الأخوات الراهبات أيها المؤمنون الأعزاء، أهلا بكم سيادة المطران في أول زيارة رسمية لرعية وكنيسة السلط. فرعية السلط كانت أول رعية كاثوليكية تؤسس في الأردن على عهد البطريرك يوسف فاليركا، فبعد أن أعيد تأسيس البطريركية اللاتينية في بلادنا
عام 1847 قام غبطته بتأسيس عدة رعايا في فلسطين، وبعدها أخذ يفكر بالانتقال إلى شرق الأردن. وسنحت الفرصة عام 1866 أن تدخل البطريركية إلى الأردن، وبالأخص إلى مدينة السلط. في البداية عين غبطة البطريرك الآب دياكتس الذي كان في حينها كاهن رعية نابلس، عينه لكي يحاول وأن يبدأ تأسيس رعية في مدينة السلط. في عام 1869 عين غبطة البطريرك فاليرغا رسمياً الآب جان موريتا كاهن لرعية السلط، فوصلها في 25 كانون أول عام 1869. بالطبع استأجر بيتاً للكنيسة وللمدرسة، وفي الحال أخذ يفكر في بناء الكنيسة، واشترى أرضاً وبدأ ببناء الكنيسة التي دشنت عام 1871، وهي الآن القاعة التي تحت الكنيسة الحالية. بعد افتتاح الكنيسة عين الآب جوزيف جاتي كاهناً للرعية السلط، والذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه الرعية، والذي بعد ازدياد عدد المؤمنين بنى الكنيسة الحالية، والتي دشنت في عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء عام 1886. فاليوم زيارة سيدنا الأولى للرعية، وهو كذلك عيد الرعية وعيد الكنيسة. فالآب جوزيف جاتي هو من بنى الكنيسة والمدرسة وبيت الكاهن وبيت الراهبات، وهو أول من أدخل راهبات الوردية إلى الأردن، وبالذات إلى السلط. فوصلنا السلط في عام 1887، وفي الحال قمنا برسالتهن الروحية والاجتماعية، وخاصة مع العنصر النسائي وإدارة المدرسة. ولحسن حظ هذه الرعية كانت القديسة ماري ألفونسين مؤسسة رهبانية الوردية من بين أعضاء هذا الفوج الأول الذي وصل السلط. وبعد إعلان قداسة البابا فرانسيس قداسة الأم ماري ألفونسين، قامت مشكورة السيدة باسمة سمعان حتر مديرة نور سات بتشييد مزاراً على نفقتها الخاصة للأم القديسة ماري ألفونسين في القاعة أو في الكنيسة الأولى التي هي تحت الكنيسة الحالية. سيادة المطران جمال ديفيس، في السلط شيدت أول كنيسة وأول مدرسة وأول رعية دخلتها رهبانية الوردية المقدسة. فمن السلط انطلق الكهنة يؤسسون رعاية جديدة ومدارس جديدة في الأردن، ومن السلط انطلقت راهبات الوردية إلى بقية رعاية الأردن. فهذا المكان يا صاحب السيادة تفوح منه رائحة القدم والعراقة والقداسة. هذا المكان هو إرث تاريخي وروحي لا يمكن أن ينسى أو يفرط به مهما كانت الأسباب. فالوجود المسيحي في هذه البلدة يجب أن يبقى وأن يزدهر أكثر وأكثر. مدرستنا كان لها دوراً في المجتمع السلطي، في المجتمع المحلي، وخاصة في زيادة الأخوة والمحبة والعيش المشترك
بين جميع فئات هذا المجتمع، ولكن مدرستنا يا صاحب السيادة آخذة في التراجع المستمر. فبعد أن استملكت بلدية السلط مبنى المدرسة القديم وخاصة المنطقة المدخل الرئيسي، نقلت المدرسة إلى سوادة، إلى مبنى كان مبنى لنشاطات جمعية مار منصور، ثم بعدها حول إلى روضة، والآن حول إلى مدرسة، وللأسف إنها مدرسة ينقصها الكثير الكثير، فهي تعاني من نقص في البنى التحتية، نقص في الغرف، نقص في الساحات والملاعب، والمدرسة ما تزال إلى الآن للصف العاشر، مع أنها كانت أولى مدارس البطريركية في الأردن. وبالنسبة للكنيسة، كانت السلط في الماضي قرية صغيرة، ولكنها اليوم أصبحت مدينة كبيرة مترامية الأطراف، والوصول إلى الكنيسة أصبح صعباً جداً، وليس من السهل أن تجد مواقف للسيارات. لهذا فالكثير من أبناء هذه الرعية يذهبون إلى رعايا أخرى ومدن أخرى لحضور القداس والإقامة الأفراح. والكنيسة حالياً وضعت على المسار السياحي في مدينة السلط، فمن المفروض أن تبقى مفتوحة للسائحين. سيادة المطران، كنيستنا أول كنيسة في الأردن، مدرستنا أول مدرسة في الأردن، وقد طالب الكهنة والشعب بمدرسة جديدة وكبيرة متطورة، وفي بناء كنيسة جديدة. سيدنا طالبنا وما زلنا نطالب وسنطالب ونكرر الطلب، وخصوصا الآن بعد أن خصصت البطريركية 20 دنم للسلط في أرض السرو. سيادة المطران، كلنا أمل، كلنا ثقة بدعمكم حتى تتحقق رغبتنا ورغبة أهالي السلط من مسلمين ومسيحيين. سيادة المطران، أهلاً وسهلاً بكم، ومبروك منصبكم الجديد، مبروك الثقة التي وضعتها الكنيسة فيكم لكي تكونوا النائب البطريركي في الأردن للاتين، وأهلاً وسهلاً بكم. شكراً أبونا رياض على هذا الترحيب. لنبدأ الآن احتفالنا بعيد انتقال العذراء بأن نقف لحظات أمام الله طالبين رحمته وطالبين غفران خطايانا، ولنقل: أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة لأني خطأت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا، ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. أيها المسيح.
2012. أيها الإله الأزلي القدير، يا من نقلت مريم البتول الطاهرة جسداً ونفساً إلى المجد السماوي، اجعلنا نصبو إلى الأمور التي في العلا، فنصير أهلاً لمشاركة البتول ذلك المجد للأبد، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القداس صفحة 323. القراءة الأولى قراءة من رؤيا القديس يوحنا. انفتح هيكل الله في السماء، فبدت قبة عهده في هيكله، ثم ظهرت آية بينة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكباً، حبلى تصرخ من ألم المخاض. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أشقر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 كواكب السماء، فألقاها إلى الأرض، ووقف التنين قبالة المرأة الماخض ليبتلع ولدها حين تضعه، فوضعت ابناً ولداً ذكراً، وهو الذي يرعى الأمم بعصاً من حديد.
ورفع الولد إلى حضرة الله إلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية حيث أعد الله لها ملجأ. ثم سمعت صوتاً جهيراً في السماء يقول: اليوم تم النصر والقدرة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه. كلام الرب. شكر لله. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. إن بنات الملوك من بين مكرماتك، والملكة وقفت وعليها ذهب أوفير عن يمينك. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. اسمعي يا بنت وانظري وأرهفي أذنك، انسي قومك وبيت أبيك. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. فيصبو المليك إلى حسنك، إنه مولاك وله تسجدين. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. يقدمنا بفرح وابتهاج ويدخلنا قصر المليك في ثياب موشاة تزف إلى المليك، والعذارى وصيفاتها في أثرها، يقدمنا بين يديك. رنموا للرب ترنيما جديدا، رنموا للرب يا جميع الأرض. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قورنثوس. أيها الإخوة، إن المسيح قد قام من بين الأموات، وهو بكر الذين ماتوا. فقد أتى الموت عن يد إنسان، وعن يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك سيحيون في المسيح، كل واحد ورتبته. فالمسيح أولاً لأنه البكر، ومن بعده الذين يكونون خاصة المسيح عند مجيئه، ثم يكون المنتهى حين يسلم الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وسلطان وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده، لأنه جعل كل شيء تحت قدميه. كلام الرب. مريم إلى السماء،
فليبتهج عوق الملائكة. شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشر. المجد لك يا رب المجد لك. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، فاهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، من أين تأتيني أم ربي؟ فما أن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجاً في بطني، فطوبى لمن آمن، فسيتم ما بلغ من عندي الرب. فقالت مريم: تعظم الرب نفسي، وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمتي المتواضعة. سوف تهنيني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعده، فشتت المتكبرين في قلوبهم، خلع الأقوياء عن العروش، ورفع الوضع، أشبع الجياع من الخيرات، والأغنياء صرفهم نصر عبده إسرائيل، ذاكراً كما قال لآبائنا رحمته لإبراهيم وذريته للآبا. وأقامت مريم عند الإصابات نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. كلام الرب. التسبيح لك أيها الأب رياض جوازين كاهن الرعية، أبونا ألدو، أخواتي الراهبات، أيها الإخوة والأخوات. شكراً أبونا رياض، أولاً لأنك ذكرتنا بهذا التاريخ العريق وبالعراقة الكنيسة.
وتحكي لنا عن هذا الماضي العريق. أنا لما كنت أتفرج كنت أشوف مستقبل الكنيسة مع الأجيال الجديدة. العراقة هي زي الشروش للشجرة، بس إحنا بنتفرج على فروع الشجرة وعلى ثمرها، نتو إحنا بنتفرج على المستقبل لهذه الكنيسة. مع هذه مع هذا التاريخ العريق المتجذر في مدينة السلط، نحن جميعاً إن شاء الله بتعاون الجميع ننظر إلى ما فيه مصلحة هذه الرعية للمستقبل. رعية عريقة، رعية حية اليوم، ورعية مزدهرة في المستقبل أيضاً إن شاء الله. من الجميل أن نرى المؤمنين مجتمعين في عيد العذراء، في عيد الكنيسة. العذراء هي الأم، هي الشفيعة، ومحبتها هي التي تجمعنا اليوم حول مائدة الرب، هي التي تدعونا جميعاً لكي نجتمع حول ابنها اليوم في هذا العيد، وعيد الرعية، وعيد أمنا مريم العذراء المنتقلة إلى السماء. نحتفل معاً كعائلة واحدة، كرعية واحدة حول مذبح الرب. في عيد العذراء نتأمل اليوم في انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد، بهذه النعمة العظيمة التي منحها الله لمريم، والذي هي تتويج لحياتها وللنعم الكثيرة التي نالتها. سمعنا في الإنجيل المقدس مع تعظم: إن القدير صنع بي أمورا عظيمة. نعم، وعندما ننظر إلى حياة مريم العذراء نرى هذه النعم العظيمة التي حصلت عليها منذ البداية، من بشارة الملاك لما بشرها وخلها يا ممتلئة النعمة. فاليوم ننظر إلى هذه النعمة انتقالها كالتتويج لكل النعم. مريم التي عاشت مع يسوع، التي هي أم ليسوع، كيف ممكن تكون بعيدة عن يسوع في المجد السماوي؟ كان يجب أن تكون معه دائماً. مريم التي هي أم ليسوع، اللي كانت قريبة جداً من يسوع، هي أيضاً من عملت بحسب تعليم يسوع، من عاشت في حياتها حسب تعليم يسوع حتى قبل أن يعلمها يسوع. في لقب أحد الكتاب عن مريم العذراء بيسمي مريم، لقب مش متعودين عليه كثير، التلميذة الأولى للمسيح. في حياتها عندما نقرأ الإنجيل نجد أنها فعلاً عاشت بحسب هذه التعاليم كما قلنا قبل أن يعلمها يسوع. كانت تعيش الفضائل المسيحية، تعيش الطاعة المثالية، هي التي قالت: أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. تعيش كل ما علمه السيد المسيح، ما علمنا إياه عاشته مريم. كما عاشت مريم نعيش نحن اليوم، وحيث هي اليوم علينا جميعا أن نكون في يوم من الأيام. كما عاشت، عاشت في بلادنا، عاشت على هذه الأرض، أم عائلة عندها ابنها، عاشت حياتها اليومية في عملها اليومي، عاشت محبة القريب في زيارتها لإليصابات، إليصابات اللي كانت في الشهر السادس من حملها، والإنجيل يقول لنا أن مريم أقامت عند إليصابات 3 أشهر، تطمأنت على إليصابات، خدمت إليصابات، ومن ثم عادت إلى الناصرة. مريم عندها ابن زي كل الأمهات، والأمهات اللي بيخافوا على أولادهم. تذكروا لما يسوع ضاع في الهيكل لمدة 3 أيام، القلق مريم على ابنها زي كل الأمهات، بس أكثر من هيك، هي تعلمنا كيف يجب أن نعيش إرادة الله في حياتنا، تعلمنا كيف تعاش القداسة. لذلك قلنا كما عاشت مريم احنا اليوم نعيش، ولكن هي علمتنا الطريق
عشان نوصل للمجد الأبدي. اليوم احتفالنا بانتقالها إلى المجد السماوي. هي أم تدعو كل أبنائها أن ينضموا إلها مع ابنها يسوع. تدعونا جميعاً وعلمتنا الطريق كيف نعيش حتى نوصل إلى هذا المجد السماوي. كيف نعيش؟ نعيش مثل ما عاشت مريم على هذه الأرض بنفس القداسة. رأس الكنيسة السيد المسيح انتقل إلى المجد السماوي بقيامته وصعوده إلى السماء. أمه مريم التحقت به. أمه مريم هي أم الكنيسة، هي نموذج الكنيسة. بعد أن عاشت هذه القداسة التحقت بابنها في السماء. لذلك هذه الأم تدعو جميع أبنائها ليلتحقوا بها فيصلوا إلى المجد السماوي ونعيش معها ومع ابنها للأبد. هي التي تحثنا، هي التي تعلمنا كيف نصل، هي التي تطلب منا أن نعيش لنتشبه بها ونعيش القداسة التي عاشتها هي. لما بنتأمل مريم العذراء في انتقالها إلى السماء، هي مش بس عقيدة من آمن فيها، نعم أكيد من آمن فيها، بس هذه العقيدة تحثنا على أن نتشبه بأمنا مريم العذراء، أن نعيش على مثالها. هي أم، ولأنها أم هي معلمة، بتعلمنا كيف نعيش هذه القداسة حتى نصل إلى المجد السماوي كما وصلت هي. لأن هذه العقيدة التي نؤمن بها تزرع فينا الشوق إلى السماء، تعطينا الشجاعة والهمة في مواجهة كل الصعوبات لكي نلتحق بأمنا مريم العذراء في المجد السماوي. فيا أمنا مريم اشفعي لنا عند ابنك وامنحينا أن نتتلمذ له ولك، فنعيش القداسة كما عشتها ونكون معك ومع ابنك مخلصنا في مجد أبدي لا يزول. آمين. نؤمن بإله واحد، ما يرى وما لا يرى، يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن شر. وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء تأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء، جلس عن يمين الأب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنفتح من الآب، الذي هو مع الآب والأبن، يزاد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. أيها الإخوة الأحباء، انتقال السيدة العذراء إلى السماء آية من آيات الله، وعيد يفعم النفوس سكينة وسلاما. لذلك نصلي من أجل أن يقينا الرب من فساد الدنيا وعذاب الآخر. من أجل كنيسة الله المقدسة، لكي تبين للناس أن السيدة العذراء هي الأنموذج البديع للشركة مع الله ومع الآخرين، وأنها رصيد العون والعزاء، إلى الرب نطلب. هي ربي نطلب، هي استجب يا رب. من أجل أن يعلم الناس أجمعون أن السيدة العذراء ماتت، وأن موتها كان رقاداً، وأن رقادها لم يكن موتاً، إلى الرب نطلب. هي استجب يا رب.
يقتضي المؤمنون بسيرة أم المسيح التي دخلت هذه الدنيا سالمة من الفساد من فساد الشرور وخرجت منها ناجية من فساد القبور. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن نعتبر عيد الانتقال هزيمة لليأس أمام الرجاء والخوف أمام السكينة والموت أمام الحياة، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن يكتشف الناس مكانة السيدة العذراء المتعالية وأن يجعلوا لها مكانة مرموقة في حياتهم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل جمهور المصلين اليوم في كنيستنا لكي يعلموا أن حبهم للمسيح لا يصح إلا بحب أمه مريم، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وهي باكورة القائمين من القبور وتلقي في قلوبنا حنينا إلى دار السماء، إلى الرب نطلب. استجب يا رب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من أكرمت أمك المعظمة بانتقالها المجيد ورقادها السعيد، نسألك يا فئاتنا أن نرى بحس الحب والإيمان ما صنعت لأمك من العظائم والمعجزات وما حققت فيها من الآيات، وأن نزكو بحبها في عينيك وأن ننجو بها من عذاب الدنيا والآخرة. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. صفحة 412. أؤمن بالله خالق السماء السماء والأرض وما فيهما، صانع الأكوان آب للملا، أنت الحق أنت النور خذ منا الولا، في دروب الحق في طريق النور، قدنا قدنا بهداك. أؤمن بالله ابنه الوحيد مساو في الجوهر للآب المجيد، فاد للأنام بحب فريد، ابن الله قد تأنس من أم طهور، من أجل تألم ابن مريم، رنموا له ترنيما. أؤمن بالروح محيين العجيب، ساكن النفوس حبه لهيب، ملهم الإنسان في كل زمان، ناطق بالأنبياء مصدر الإنعام، قدموا له الإكرام أعزف الأنغام، ارفعوا له التسبيح. أولين القيامة في دار الأحياء وحياة النفس في دار البقاء، أؤمن بالكنيسة أما للأنام، فيها الحق وهي الحب مصدر الإنعام، وحد ربي شملها وابقى معها
فليضئ وجهك عليها. صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل من يومكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديه لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. لتصعد إليك يا رب السماوات والأرض تقدمة خدمتنا وبشفاعة مريم البتول المنتقلة إلى السماء، أضرم بنا بنار المحبة محبتك قلوبنا، فنرنو إليك على الدوام بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلم. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. نول حق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان. أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فإن البتول والدة الإله قد رفعت اليوم إلى مجد السماء، وغدت فجر الكنيسة المنتصرة في العلياء وصورتها الكاملة، وعنوان رجاء للمؤمنين وتعزية لهم في مسيرتهم على مسالك الأرض. فإنك لم تسمح للبتول بأن تختبر فساد القبور، تلك البتول التي حملت ابنك المتجسد وولدت بنوع يجل عن الوصف مبدع حياتنا. وأننا مع جوقات الملائكة لك يا رب نسبح في فرح وسرور قائلين: قدوس 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 أنت الرب القوي إله الصباؤون السماء والأرض مملوءة من مجدك العظيم هوشعنا في الأعالي مبارك إنك لقدوس أيها الأب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك أيضا متضرعين أيها الأب أن تقدس بذلك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو حين مألت التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا وشربنا هذا الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب.
لذلك أيها الأب، فيما نحيي لنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك يا شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل من الروح القدس تقدم لك كامل أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريه، مع القديسة مريم البتول ولد الإله والقديس يوسف خطيبها العفيف ورسولك الأبرار وشهدائك الأمجاد ومع القديسة ماريا الفونسين وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديه ستكون لنا عوناً في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا إلى العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مخادمك حبر العظم البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وجمع الأساقفة وساري الكليروس والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات والشمامسة والشدائق ودعوات الكهنوتية والرهبانية والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين، وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك اقبلهم في الملكوت، حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. والآن لنصلي الصلاة التي علمنا إياها السيد المسيح والتي فيها نطلب غفران خطايانا ولنقل: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كافة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، وعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبدا. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلام يمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك
أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا بمحبة تبادلوا سلام المسيح. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام امنحنا السلام امنحنا السلام. هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين الى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن كل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. صفحة 382 382 هيا نعبد يا شعب الله ونسبح يا قديسيه. هيا نعبد يسوع الفادي فهو ربنا ملك الأمجاد. هللويا 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 هللويا. من قبل العالم هو اصطفانا وبآلامه قد افتدانا. خبز الحياة أضحى غذانا، فلمن سواه نهدي الشكرانا. هللويا 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 هللويا. الحمل الجريح سالت دماه، الحمل المطيع لم يفتح فاه، الحمل الوديع حابنا ذاته، الحمل المطيع
أحياه الله. هللويا 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 بالشكر والمديح ناتي لبيتك مسبحين لمعجزاتك وذاكرين جديد عهدك أنت ربنا ونحن شعبك. هللويا 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 هللويا. صفحة 411 411. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. سمعت نداءك يا ربي يجلجل في أعماقي. صدى يتجاوب في قلبي مع النغم الخفاقي. فسرت بهديك في دربي وبضماء المشتاق لمن هلك الصافي العذب أروي به أمنياتي. حنانك يا رب الأكوان إليك رفعت صلاتي. أنا إن أحيا فبالإيمان يشرف معنى حياتي. لنصلي. تناولنا الأسرار الخلاص، فيا أيها الأب الكريم نتضرع إليك بحق القديسة مريم البتول المنتقلة إلى السماء كي نبلغ يوما مجد القيامة بالمسيح ربنا. آمين. يا أبناء مريم يا خير الأنام دي أم المعظم أهدوها سلام 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 لكِ
مريم سبحة وردية
474. يا أم الله يا حنونا يا كنز الرحمة والمعونة أنت ملجأنا وعلى رجاءنا تشفعي فينا يا عذراء وتحنني على موتانا وإن كان جسمك بعيدا منا أيتها البتول أمنا بجاه من شرفك على العالمين حين ظهر منك ظهور المبين اطلبي منه للخاطئين المراحم لدهر الداهرين أنت أمنا ورجانا أنت فخرنا وملجانا عند ابنك اشفعي فينا ليغفر برأفته خطايانا لا تهملينا يا حنونا يا مملوء كل نعمة بل
نشكرك لدهر الداهرين. احنوا رؤوسكم للبركة في هذا الاحتفال. الرب معكم. نشر عليكم سابغ الرحمة الإله الرؤوف الذي أراد أن يخلص الجنس البشري على يد المولود من مريم العذراء القديسة. آمين. والعذراء التي ولدت لكم مبدع الحياة لتشملكم في كل زمان ومكان بحمايتها الوالدية. آمين. وأنتم يا من جئتم اليوم واحتفلتم في إيمان وخشوع بعيد مريم العذراء المنتقلة إلى السماء، عودوا إلى منازلكم وقد نلتم هبات الأفراح المقدسة والخيرات السماوية. آمين. وليبارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. شكر لله. في ظل حمايتك نلتجئ يا ماريا، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا أمير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعو يا باب السماء يا أم الفداء يا عين الرجاء يا نور الهدى. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا ترد طلبتنا عندما ندعوك.